طول السنة، في السنة دي أربعة تشوف فصول. ماء وماريا، فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، وفصل الصيف. التبان والجوارب.
وبما أننا في فصل الشتاء والجو بارد جدا، يجب علينا أن نرتدي ملابس دافئة. هذه خطوات ارتداء الملابس الدافئة. في البداية ألبس ملابسي الداخلية، وبعدها أرتدي قميصي وسروالي، وفي الأخير أرتدي سترتي، وقبل أن أخرج أنتهي أحذيتي الطويلة. اليوم سنكتشف موضوع الأسبوع. المعلمة وضعت صوراً هنا وهناك، وسنحاول إيجادها وتسميتها لاكتشاف موضوع جديد. لقد وجدت صورة الأولى إنها صورة البغل، وأنا أيضاً وجدت صورة أخرى إنها لمطبخ، وهذه صورة أخرى لقاعة الأكل. في نظرك حول ماذا سنتحدث هذا الأسبوع؟ نتحدث عن المنزل. ما هي أنواع المنازل؟ هناك منازل مستقلة، شقق وفيلات. ماذا يوجد في البيت الذي نسكن فيه؟ في البيت الذي نسكن فيه يوجد مطبخ، حمام، غرف، باب، ويمكننا أيضا أن نجد مرأب. ماذا يوجد في الباب؟ في الباب يوجد آلات كأريكة زربية وكراسي. ماذا نفعل في المطبخ؟ في المطبخ نعد الطعام ويوجد فيه موقد وأوان للطبخ. وماذا تفعل في غرفة النوم؟ في غرفة النوم أنام وأستريح، وعندما أريد أن أستحم أغسل يدي وأنظف أسناني أذهب إلى الحمام الذي يوجد فيه مغسل مرآة حظر استحمام.
يأكل الحبوب. هذا جار، انظري إنه لطيف، وهو صغير الكلب والكلبة، وهو حيوان لاحم. لاحم ماذا تقصد؟ لاحم بمعنى يتغذى على اللحوم. بما أنني أتغذى على اللحوم فأنا أيضا لاحم. لا، الإنسان القارد يتغذى على اللحوم والنبات، أي أنه يأكل الخضر والفواكه والقطن وأحيانا اللحوم. Thank you.
الأبصر التي تمكنني من رؤية الأرضية الموضوعة فوق الطاولة. هل تريد أن نلعب معا؟ طبعا لك بمعنى سنلعب. سأشرح لك اللعبة. هنا لدي زجاجة مختلفة الألوان، ستغمض عينيك وستحاول أن تتعرف عليها وتصممي بداخلها. ما هذه الرائحة؟ تعرفت عليها؟ نعم، إنها رائحة فراولة. والآن ماذا تصنع؟ أشم رائحة الليمون. أحسنت يا صديقي، لقد تعرفت على الروائح. ما هذه الضوضاء؟ هذه ليست ضوضاء، وإنما أحاول أن أكتشف أصوات مختلفة. هذا صوت القطان، هذا صوت موسيقي.